السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على examples كتيرة وبرامج كتيرة بتستخدم اللوبس. زي ما حضراتكم عارفين، المحاضرة اللي فاتت إحنا شرحنا فيها البيزكس بتاعت اللوبس وأساسياتها، وقلنا إن إمتى بحتاج لوب في الكود بتاعي أو البرنامج بتاعي، لما أكون عايز أريبيت one or more line of code عدد n times من المرات، تمام؟ واتكلمنا على ان احنا المرة اللي فاتت عندنا 3 انواع من اللوبس، الفور لوب والوايل والدو وايل، وقلنا ان الفور لوب بتبقى فيها 3 بارتس بتوعها موجودين في نفس المكان زي ما حضراتكم هنا شايفين. يعني اللي هو اول حاجة اللي هو الانيشال او الانيشاليزيشن اللي هو الفاريبل بتاع الستيب انتجر اكس، تاني حاجة بحط فيها الكونديشن وسميناها الكونتينيوتي كونديشن، وتالت حاجة بتبقى الستيب بتاعتي او الخطوة بتاعتي، يا اما تبقى الانكريمنت او الديكريمنت. وهنا لو بريبيت سطر واحد بس بكتب الستيتمنت ومش محتاج اي اقواس. لو هستخدم موزن، لو عايز اريبيت اكتر من لاين اوف كود، ساعتها هيبقى استخدم البلوك اوف ستيتمنت باستخدام الاوبننج والاندنج بريسز. طيب بالنسبة للوايل والدو وايل الأمر مختلف شوية، زي ما قلنا قبل كده في شرح المرة اللي فاتت إن كده كده ماست الأقواس دي هتبقى موجودة حتى لو بكرر ستيتمنت أو سطر واحد. ليه؟ عشان هنا هيبقى سيل ستيب بتاع اللوب اللي هو اي بلس بلس، ماشي تمام. وهنا طبعا هيبقى التعريف بتاعه الانشيزيشن بتاعه انتجر اي ايكوال زيرو. نفس الكلام هنا السيناريو بتاع الدو وايل، برضه هنا هيبقى تعريف الفاريبل أو الكاونتر بتاعي، وادي الكونديشن هيتكتب هنا سي اي بلس 5 سوري اي ليس ذان 5، وهنا في الاخر هيبقى الستيب بتاعتي اي بلس بلس، ودي الكود بتاعي. فهنلاقي نفسنا في الوايل او الدو وايل على الاقل بيبقى عندي تو ستيتمنتس جوه اللوب، فلازم ساعتها استخدم مين الاقواس كده كده لو حتى بريبيت جمله واحده او ستيتمنت واحده. كل ده قلناه المره اللي فاتت. برضه بنفكر حضراتكم ان في 3 فاكتورز اساسيين او تشيك ليست بتاكد ان انا كاتب اللوب صح ولا لا. اول حاجه طبعا اللوب كاونتر، تاني حاجه اللوب كونديشن وسميناها لوب كونتينيوتي كونديشن، واخر حاجه اللوب ستيب. اللوب كاونتر ده بيبقى فاريبل عادي خالص، بيبقى نوع انتجر او حتى مين كاركتر. ليه كاركتر؟ عشان بننسى الاذر فيس اوف الكاركتر. الكاركتر يبقى رسمه حرف الاي، التايب فيس بتاع اي او بي او سي، ولها الاسكي كود. الاذر فيس اوف ذا كوين، الوجه الاخر من العمله، بيبقى لي الكاركتر عندي ايه الاسكي كود بتاعه، فبرضه كانه انتجر، ماشي. يبقى ده اللوب كاونتر. لوب كونديشن، كونديشن ده اللي هو بيبقى لوجيكال او ريليشنال اكسبريشن، اي ليس ذان 5 اي جريتر ذان 10، اي حاجه من الكلام ده. طول ما الكونديشن ده بترو معناه كونتينيو اكسكيوت ذا لوب، كونتينيو اتريت ان ذا لوب، اند سو اون. اخر حاجة اللوب ستيب، ودي بتبقى بالخطوة او الستيب بتاعتي في كل اتريشن. عايز الكاونتر بتاعي يعد كم مرة، مرة 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 مرتين تلاتة اربعة زي ما انت عايز. الديفولت قلنا دايما بستخدم يا اما اي بلس بلس يا اما الاي ماينس ماينس. اي بلس بلس اللي هي بتنكريز باي 1، واي ماينس ماينس بتديكريمنت او بتديكريز باي 1. طيب لو انا عايز العب في الكاونتر ده او الستيب بتاعتي ازود 2، قلنا بستخدم الكومبايند اوبريتور اللي هي بلس ايكوال او ماينس ايكوال. ازاي تقول i plus equal مثلا 2 او i minus equal 2؟ يبقى كده في اللفة الواحدة هيحسب، هيعد مرتين، ماشي. طيب النهاردة بقى هناخد ايه؟ كل ده قلناه المرة اللي فاتت. النهاردة هناخد examples مختلفة عشان ما شرحناش الكلام ده قبل كده او شفناش examples live على اللوبس. هنبدأ بقى عن مجموعة من البرامج ونشوف الاكواد بتاعتها. المفروض البرامج ديت بتستخدم اللوبس. أول إكزامبل معانا ده البرنامج أهو، بيقول write a C++ program that find the first 10 natural number، اللي هو بيوجد أول 10 أو بي prints out أول 10 أرقام، اللي هو مين الأرقام العادية بتاعتنا الـ integers العادية. طيب sample output أهو طبعا من 1 لحد كام؟ لحد 10. حاجة زي كده عاملها إزاي؟ مش عايز بقى أقول بقى، هتلاقي حد بيستعمل يقول لي سي أوت ذا ناتشورال نمبرز أر، بعد كده سي أوت 1، ستيتمنت سي أوت 2، سي أوت 3، سي أوت 4، سي أوت 5. صح ولا مش صح؟ مش الكود هيرن؟ أه الكود هيرن، بس هل كتابتك لعدد اللاينز دي مش كتير؟ يعني هتعمل 10 مرات سي أوت؟ هل ده منطقي؟ لأ.
طب ما انا مكتوب ممكن اكتب الامر ده في مره واحده ازاي؟ هو بص كده الرقم ده فرقه يعني اللي بعد منه واحد، يعني الواحد 1 بلس 1 ايكوال 2، وده فرقه يعني اللي بعد منه برضه واحد، وده فرقه ايه؟ واحد. اه يعني عايز تقول كل مره بانكرمنت باي 1 او بزيد بواحد على اللي قبل منه. ايوه. طب ما نعمل له حلو، لوب دي بتبتدي بكام؟ الستارت بتاعتي من واحد، خلاص اوكي الستارت بتاعتي من 1 زي ما انتم شايفين اهو، اوكي، و بتقف عند الكامل 10. فعشان تقف عند ال 10 عملت بدل i less than 10 i less than or equal 10، والستيب بتاعتي اللي هي ايه؟ increment i plus plus. طيب نبص بقى على الكود، فين الديكلاريشن او الديفينيشن بتاع الاي؟ اهو حطه في بدايه البرنامج بانتجر اي اهي، عرفت الاي. طب ممكن قلنا نعرفه جوه اللوب؟ اه ممكن، يعني هو الفور لوب انتجر اي. ايه بقى اهم ايه الثلاثه ستيتمنتس بتوع السي اوت؟ نوع من الديكوريشن سي اوت، ايوه، find the first natural number او the natural the 10 natural numbers are. بعد كده ده يعمل كده الزجزاج ده او الخط ده، ثم بعد كده سي اوت the natural numbers are، يبقى الارقام، وعمل اللوب. اللوب دي ما فيهاش غير only one statement اللي هي سي اوت. سي اوت مين؟ الكاونتر بتاع اللوب. اول مره اللوب دي هيبتدي من كام؟ من واحد، عشان كده ما عملتش initialization اللوب من كام؟ من زيرو، اديت الـ ID initial value من واحد. طيب في تاني مرة وبعدين عمل ايه؟ سبيس. ليه عملت سبيس يا دكتور؟ عشان الأرقام ما تلزقش ببعضها، تمام؟ زي ما انتم شايفين في الأوتبوت 1 سبيس 2 سبيس 3 سبيس 4. طب واحد تاني يقول لك ايه؟ طب ممكن يا دكتور اعملها كده؟ ايوه، اللي هي ايه؟ باك سلاش ان، او اكتب اند ال اللي هو كل رقم في سطر. اه تمام، مفيش مشكلة، بس طبعا انت مجبر انك تلتزم. لو انا اديتك في الامتحان فورمات اوتبوت معين يبقى تطلعه لي بالشكل ده. انا كده مديك الارقام دي جنب بعضها ولا تحت بعضها؟ لا جنب بعضها، يبقى بالتالي لازم ايه؟ يبقى تسيب ما بين كل رقم والتاني ايه؟ سبيس. وبعد ما تخلص راجل او اعمل ايه؟ سي اوت اند ال. سهل البرنامج؟ سهل جدا وظريف وكل حاجه، ماشي يا شباب؟ طيب ماشي نكمل. example 2 ده مثال اخر، بيقول لك ايه؟ write a C++ program to find، ركز معايا، the sum of the first 10 natural numbers. الله 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 الله، ده نفس البرنامج بس زود كلمة مين؟ sum. ناخد بالنا كويس جدا من المطلوب عشان ما نعملش كود لحاجة غلط. يبقى طيب السم بتاع مين؟ أول 10 natural numbers، يعني عايز الأرقام من 1 ل 10 أعرض إيه؟ السمشن بتاعه. حلو قوي. طيب يبقى اول حاجه لازم يبقى فيه اكيوميليتور اللي هو فاريبل اجمع فيه، اي نعم، اللي هو هنا هيبقى اسمه ايه في الكود؟ اسمه سم. ماشي، خدت بالك سم اداله انيشال فاليو بزيرو؟ ايوه. ليه ده مهم ولا ملوش لازمه؟ طبعا ده مهم جدا. ليه؟ زي ما قلنا سابقا ان الرامات هي مجموعه بايتس كده متقسمه، تمام، في منها الايمتي وفي منها الفول، في منها الفاضي وفي منها المليان. اما بتعرف وفي منها اللي بيبقى فيه قيم قديمه او رابش فاليو، قيم من حسابات قديمه وكده، يعني الاصل الرامات ما بتبقاش فاضي. فلو جيت في مكان معين بتجمع عليها وبتجمع فيه وما كانش فاضي، انت بقى ونصيبك في رابش فاليو دي. يعني في مليون جمعت عليه خمسه بقى مليون وخمسه، في ماينس واحد جمعت عليه خمسه هتبقى اربعه، فهيديك الفاينل ريزلت مش مظبوط. طيب عشان اتاكد في اي حاجه جمع فيها، فلازم ساعتها الفاريبل ده اديله انيشال فاليو كام؟ اصفره، اريست العداد، زي ما اديت لكم مثال قبل كده بفكره التاكسي الابيض اللي موجود في القاهره. اما حد بيوقف وبيركب معاه، هل الراجل بيكمل على المشوار الزبون اللي قبله او راكب اللي قبله، ولا بيريست العداد الكاونتر؟ بيريست الكاونتر، بيصفره. فانا محتاج الصم اللي هجمع فيه ده ان انا ايه؟ اديله قيمه زيرو. ماشي، برضه حب اعمل سلسله سي اوتات اللي هو فايند ذا 10 natural numbers، وبعد كده decoration line، وبعد كده natural numbers are، نفس الفور لوب اللي هي بتبتدي من واحد مش من زيرو، بتنتهي عند 10، وبالتالي حاطط من الايكواليتي للزان او ايكوال. ماشي، جوه هنا اللوب ايه؟ عمل سي اوت اي. قال طب ما ده يا دكتور هيطبع لي مين؟ اول 10 ارقام زي البرنامج اللي قبله. ايوه، عامل سبيس. فين الجديد بقى؟ هو طالب مين؟ الصم بتاعهم، مجموعهم كمان يعني خلافهم. فعمل ايه؟ فعرف الفاريبل قلنا اللي اسمه سم، وحط له انيشال فاليو اللي اسمها كام؟ زيرو، وعمل سم ايكوال سم بلس اي. ايه ده ايه ده؟ اول مره السم بكام؟
زيرو. طيب ايه بقى بلس اي؟ واول مره الاي بكام؟ بواحد. يعني واحد زائد زيرو هتبقى بواحد. في الايتريشن التانية الاي تبقى بكام؟ باتنين. اتنين زائد واحد بتلاتة. في الايتريشن الرابعة وهكذا. كده بقى اكيوموليتر، هخرج من لوب وانا مجمع الارقام من كام لكام؟ من واحد لعشرة. ادي البرنامج. طب هشوف الاوتبوت ازاي؟ اول اوتبوت هتشوفه ده اللي هو مين، مع كل لفة هتطبع لك قيمة مين؟ الناتشورال نمبر اللي هو واحد سبيس اتنين سبيس تلاتة لحد تن. ثم هخرج من اللوب، هكون حسبت الصم بتاعهم، مجموع الأرقام دي اللي من واحد لعشرة. خلاص هقول له سي أوت ذا سم أوف ذا فيرست ناتشورال نمبرز مانيو إز، وتقوم حاطط له قيمة اللي في الفاريبل اللي اسمه صم. في مشكلة في البرنامج ده؟ طبعا إيه، سهل وبسيط ومفيهوش أي حاجة. إكزامبل 3 we have another program. إيه بقى؟ بيقول لك write a C++ program to check whether a number is prime or not. هو الرقم ده أولي ولا لأ؟ إيه البرايم نمبر؟ هو البرايم نمبر الرقم الذي يقبل القسم على نفسه وعلى الواحد الصحيح فقط. طب بقية الأرقام ما بيقبلش. مش فاهم حاجة يا دكتور. يعني بالآخر لو أنا عايز أبرمجه وأقول له العدد ده برايم ولا لأ، أمسك الرقم سي إيه ده إكزامبلز الأول، البرايم نمبر الواحد التلاتة الخمسة السبعة. بص الارقام اللي انا قلتها دي كلها لها نفس الرولز. طبعا احنا عارفين فاكت الماس مش بروجرامنج ولا حاجه، ان اي رقم بيقبل قسم على الواحد الصحيح، وكل رقم بيقبل اسم على نفسه، صح؟ 7 على 7 5 على 5 صح. طيب لما اقول ده فقط يبقى انا محتاج ايه؟ يعني محتاج ايه؟ محتاج اتشيك كل الارقام. يعني لو 5 5 ده برايم ولا لا، اقسمها على 4، اقسمها على التلاتة، اقسمها على الاتنين، اقسمها على الواحد، اقسمها طبعا مع الزيرو ما ينفعش undefined، فالحد من اول الرقم لحد الواحد. حلو صح ولا مش صح؟ فهو بيسكيب الحتتين دول. اللي هو مين بيسكيب الحتتين؟ الحتة بتاعت نفسه، لانه اي رقم فاكت بيقبل اسم على نفسه بيقبل اسم على الواحد. يبقى from to الفترة بقى اللي ما بين الرقم اللي تحت الرقم وقبل الواحد هي دي اللي انا محتاجة اتشك عليها. لو قبل الاسم الرقم ده على اي قيمة in between ما بين من اول الاربعة لحد الاثنين، قبل القسم قبل الاسم، قبل الاسم ده يعني الريميندر بتاعه بزيرو. ماشي تمام. نفتكر المثل الظريف بتاع معانا اتنين اورنجز قسمناهم على تو بيرسونز، يبقى كل واحد هياخد كام؟ هياخد وان اورنج صح؟ كل واحد هياخد ايه؟ برتقانين. معايا كده يا شباب؟ طيب كده في بقى اسمه في مودلس او ريمندر؟ ما فيش، يبقى ريمندر كام؟ زيرو. طيب حاجه زي كده هنعملها ازاي؟ اهو فور لوب. فور لوب ايوه، ما هو دي بقى اللي هتست بيها الارقام. اول حاجه هقول لليوزر انا عايز اتشيك على رقم هو برايم او نوت، فعايز اقرا الرقم ده من الاول. فاقول لليوزر دخل لي الرقم اللي انت عايز تتشيك عليه، سي اوت انتر ا نمبر تو تشيك اف ات از برايم او نوت. ماشي سي ان نم. طب الرقم ده نوعه ايه؟ انتجر طبعا، فعرف نم وان ده انه انتجر. ثم عمل لوب، اللوب دي خلى الكاونتر بتاعها مش اي مره دي سماه ايه؟ انتجر ايه، واداه انيشال فاليو كام؟ بواحد. وايه اقل من او يساوي نام واحد وايه بلس بلس. ماشي يعني بدايه من الواحد لحد الرقم ده. هيعمل ايه بقى؟ هيجرب هل في باقي اسمه من اسم نام واحد على الكاونتر. تمام افتكروا تاني انا معايا الخمسه، خلاص المفروض هتست ايه بقى عليه؟ قاسم الخمسه دي على مين؟ على الاربعه وعلى التلاتة وعلى الاتنين وعلى الواحد. بس هي دي الفترة او الانترفال اللي انا بتشكها. حلو. لو قبل الاسم على اي حاجة في الانترفال دي خلاص يبقى از نوت برايم، ما قبلش يبقى ايه؟ برايم. طيب فعلي بقى ونضافة كود، ما هو رقم كده كده هيقبل اسم على نفسه معايا، يعني خمسة على خمسة فعل واحد وهيقبل على الواحد. يبقى فعلي انا محتاجة تشك الفترة الانترفال ما بين كام؟ اتنين واربعة. اتنين وكام؟ واربعة. طب السبعة، ناخد مثال اخر السيفن، محتاجة اقسمها على السيفن؟ لا، هقسمها اتشيك على من السكس، فروم سكس تو مين؟ تو لحد التو. طب والوان؟ ما احنا عارفين اي حاجة على الواحد بيقبل اسمه وهو على نفسه بيقبل اسمه، يبقى انا عايز اتشيك على ان بتوين من اتنين لست. فممكن اللوب تعدل الى اتنين بدل اللي هي من اول اتنين، اتشيك من اول من اتنين لكل الارقام لحد اقل من مين؟ مش لازم الايكواليتي بتاع النم. حلو كده الكلام. اقل من كام؟ نم. لو حصل في الفترة دي البينية من اتنين للنم
المودلس ده بزيرو، سوى زيرو في اي حاجه كده على طول، اقول له سي اوت، سي اوت ده نمبر از ايه، لو قبل الاسم از نوت برايم، لو قبل الاسم خلاص. طيب ما قبلش يعني هخرج من اللوب، وهو خلص تمام، خرج خروج طبيعي، اقول ساعتها سي اوت ذا نمبر از ايه، از برايم. وصلت يا شباب؟ طيب دي الفكره العامه بتاع البرايم نمبر. اكزامبل 4 ده، ده الفاكتوريال. فاكتوريال اللي هي طبعا التباديل، اللي هو ما اقول مثلا 3 فاكتوريال، فاكتوريال الثلاثة، فاكتوريال 3 فاكتوريال، ده السيمبل بتاعه الماس، وعبارة عن كام؟ 3 multiplied by 2 multiplied by 1، اللي هو 2 في 3 في 1 بكام؟ 6. فاكتوريال الأربعة 4 فاكتوريال equal بالظبط كده 4 ثانية واحدة multiplied by 3 multiplied by 2 by 1 وهكذا. طيب حاجة زي كده تعمل ازاي؟ اللي هو الرقم بضرب كل الأرقام اللي قبله في بعضها من أوله لحد كل اللي تحت دي على طول تتعمل بلوب. لوب ازاي؟ أهو هو الرقم اللي أنت عايز تحسب له الفاكتوريال بتاعه. طب الرقم ده لازم يكون إيه؟ لازم يكون انتجر، ده إيه؟ الماس. ماشي، بما إن الأكيوميليتور بتاعي بدل ما كان في المثال اللي هو بتاع الصم هجمع فيه هضرب فيه، فهعمل اكيوميليتور اللي اسمه فاكتوريال واديله انيشال فاليو بواحد. ليه؟ اي حاجه في واحد هتحافظ على القيمه بواحد، هتفضل بواحد، لكن لو حطيته بصفر زي الصم كارثه، هيصفر لي اي مالتيبليكيشن او اي فاليو اضربها فيه. تمام؟ تاني، يبقى انا عندي نوعين من الاكيوميليتور المجمعين، حاجه بقعد اضيف عليها بجمع، اللي هو بعمل صم او اديشن بمعنى اصح، يبقى لازم الانيشال بتاعها بزيرو، وحاجه بعمل مالتيبليكيشن اللي هو بضرب في القيمة اللي قبلها، بضرب في القيمة اللي قبلها، يبقى انيشالي مش لازم اصفره، اخلي قيمته هنا بواحد، لان اي حاجة في واحد بواحد بتفضل زي ما هي. طيب ماشي، فهمنا ليه فاكتوريال بواحد. قريت الرقم نزل، انتر ذا نمبر تو فايند ذا فاكتوريال، قول لي الرقم اللي انت عايز تحسب لي الفاكتوريال بتاعه، سي ان نم 1. هعمل فولو، ابتدت من ايه بتساوي واحد، ايه اقل من او يساوي نم 1، هنا اللي يساوي ماست طبعا عشان الفاكتوريال بتاع رقم ورقم نفسه اللي هو 3 في 2 في 1 ثم اي بلس بلس، بيقول لي بقى فاكتوريال ايكوال فاكتوريال ستار اي، فاكتوريال ايكوال فاكتوريال ستار اي، او ممكن اكتبها بطريقه ثانيه فاكت ستار ايكوال اي. طبعا عارفين ده اللي هو الكومبايند اوبريتور، فاكت لما اجي اجيبها معناها ايه؟ فاكت ايكوال فاكت ستار اي، اللي هي الاثنين دول السطرين دول مكافئين لبعض. ماشي، ايهما تفضل؟ استنى، بعد ما اخرج من اللوب هيكون عمل ايه؟ في كل اتريشن عمل عمليه المالتبليكيشن، ضرب مثلا سي، لو بحسب النم ده كان بخمسه، يبقى اول مره يضرب الخمسه في الاربعه في الثلاثه في الاثنين في واحد، وفي الاخر يطبع لي مين الفاكتوري. في ناس في مدرستين الحقيقه في القصه دي، والاثنين مش فارقين. ازاي؟ بيحسبوا كده اللي هي خمسه في اربعه في ثلاثه في اثنين في واحد، فبدل ما بيبتدي الكاونتر بتاعي من واحد يبتدي بنم، بيبتدي بكام؟ يعني الانيشال بتاعه بنم، وبدل ايه اقل من او تساوي خمسة تبقى ايه اكبر من كام؟ من الواحد، وبدل ايه بلس بلس تبقى ايه ماينس ماينس، يبقى كده هيضرب فعلا اربعة في تلاتة في اتنين في واحد. في ناس تانية تقول لا همشي العكس، اللي هو هبتدي من واحد واقف عند الخمسة، فيعني هيضرب واحد في اتنين في تلاتة أربعة في خمسة، فائت طبعا ما فائتش، كده كده هيلف خمس مرات أو ست مرات ويضرب الأرقام دي في بعضها. ماشي؟ طيب example 5 إيه ده؟ ده المالتبليكيشن تيبل. ما حد يقول لك اعمل لي جدول الضرب. المرة دي الدنيا يعني إيه هتتكلكع سنة بسيطة. إيه؟ فاكرين يا شباب اتكلمنا في أحد التوبكس قبل كده عن حاجة اسمها نستد إف، نستد إف اللي هي إف جوه اف تاني، صح؟ ايوه، قلنا دي اللي هي مثلا بتشك على تلات ارقام، بقول اف اي اكبر من البي، ايوه طب تشك لي بقى هي ليه اكبر من السي، ساعتها اقول ايه از ذا لارجست وان. ماشي، في برضو عندنا فكره النستد لوب، لوب جوه لوب، امتى اعملها؟ ده سؤال مهم جدا. والمالتيبليكيشن تيبل ايه؟ زي ما انتم شايفين في المثال اهو، اللي هو عباره عن واحد في واحد بتساوي واحد، 1 مالتبلايد باي 1 ايكوال 1،
1 مالتبلايد باي 2 ايكوال 2 و3 مالتبلايد باي وهكذا كل ده. طيب حاجة زي كده يتعمل ازاي؟ بص طيب، والسطر اللي بعده جدول الاتنين 1 في 2 بتيكوال 2، 2 في 2 ايكوال 2، 3 في 2 ايكوال 6 وهكذا. بص وطبعا ايه المفروض هنا في نقط، يعني كمال الجدول يعني كمال. طب انت عايز تقف لحد كام؟ سي هنحسب لحد 10 لحد 10 تمام. فبص كده على البرنامج ده بيقول لك ايه، input a number up to لحد 5 multiplication table from 1 ل 5. يعني هو مش هيطبع لي الكومبليت مالتيبليكيشن تيبل، لا هيقرا رقم اليوزر ويقف لحد عنده. يعني انت عايز تطبع جدول ايه؟ جدول الواحد، الوان تيبل، التو تيبل، الثري تيبل، الفور تيبل، الفايف تيبل، هقف عنده لان انا دخلت كام؟ الفاليو بتاع مين؟ بتاع الخمسه. ماشي يا شباب؟ طيب ده يتعمل ازاي؟ هو طبعا ال سي اوت انبوت ا نمبر اب تو 5 سي ان ان هيدخل له قيمه، بعد كده سي اوت مالتيبليكيشن تيبل فروم 1 2 لحد ال ان ده، يعني دخل لحد الاربعه يفرق لحد جدول الاربعه، التلاته للتلاته، الفايف للفايف وهكذا. ماشي، عمل فور لوب من اي بتساوي واحد، مش ما ابتداش من الزيرو، اي ليس ذان او ايكوال كام 10 واي بلس بلس، عمل جواها ايه؟ بص لوب تاني، دي كده بنسميها اوتر لوب، ودي كده بنسميها الانر مين؟ الانر لوب، فبقت لوب جوه لوب. يبقى اللي بره دي اوتر واللي جوه انر. طيب اللوب دي بتشتغل على ايه ودي بتشتغل على ايه؟ واحده بتشتغل على الرو والتانيه بتشتغل على الكون. مش انا عندي طرفين حاجه بضربها في حاجه؟ ايوه، فالاولانيه دي لوب بتشتغل عليها والتانيه دي اللوب بتشتغل عليها. اخلص رو انزل للكولوم اللي بعديه العب في ده وبعدين اثبت ده، فهمنا كده يا شباب؟ وهكذا. طيب هنا بقى الجي برضه ابتدت من واحد، والجي اقل منها يساوي مين؟ الان، الان ده اللي هو على حسب الرقم ايه اللي دخله مين؟ اليوزر الاولاني. تمام ماشي. طيب حلو قوي. طيب بيعمل ايه؟ اف لو الجي از ليس ذان او ايكوال ان ماينس واحد، سي اوت بيبتدي بقى يطبع ايه؟ الجي اللي هو اول قيمه، ثم علامه اكس او الفي، الاي، وبعدين ايكوال، ويبتدي بقى عاوز يطبع القيمه قيمه الضرب بجد، فبيقوم كاتب i multiplied by g else c out g multiplied by i equal i star g. خلص ده، يفضل بقى يكرر ال inner loop دي عدد كام؟ 5 مرات او عدد n من المرات، لان انا هي العدد n من المرات. يخلص ينزل الرول اللي بعده، ينزل الرول اللي بعده اللي هينزله سطر جديد للستيتمنت دي c out end n. هي ال end n دي يا دكتور ما ينفعش الحقها باي جمله ثانيه؟ لا، اصبحت دي تعامل عنها ستيتمنت واحده ودي ستيتمنت واحده جوه مين؟ جوه اللوب الكبيره. يبقى انا محتاج ساعتها فتحه قوس وقفلتها لمين؟ للوب الكبير. طب بالنسبه للي في النص؟ لا، دي اللي في النص ما فيهاش غير فور وستيتمنت واحد. ايه الستيتمنت دي؟ الاف. قال طب ده الاف دي لها الس برضه، الاف بالالس دي كلها تعتبر ستيتمنت واحد. وصلت معايا؟ مش دي جمله ودي جمله، لكن في الفور الكبيره عندي تو ستيتمنتس، الفور ادي ستيتمنت بالاف بتاعتها، والسي اوت دي انذر ستيتمنت، فساعتها انا محتاج مين؟ الاقواس دي. ماشي يا شباب؟ اكزامبل 6. ده اكزامبل ظريف، بيقول لك رايت ا سي بلس بلس بروجرام تو ديسبلاي ان تيرمز اوف اود ناتشرال نمبر اند زير سم. ايوه، ده عايز يطبع الاود نمبرز، ومن المثل بقى هو في برنامج تاني؟ لا، ممكن بدل اود يقول لك ايفن نمبرز. ايه اللي هو الاعداد الاود والايفن؟ الاعداد الاود اللي هي 1 3 5 7 دي الاعداد الفرديه، الاعداد الزوجيه 0 2 4 6 8 وهكذا. حلو قوي. طيب ده مش عاوز بس يطبع الاعداد دي، لا، ويطبع كمان مين؟ زير سم، مجموع. ماشي، فادي الاوت بوت يقول له انبوت نمبر تيرمز، دخل لي عدد الارقام الفرديه اللي انت عايز تطبع، اول كام رقم فردي عاوز تطبعه؟ 5. فطبع له كام؟ أول 5 أرقام فردية في الأعداد كلها، 1 3 5 7 9 بس، لا ومجموعهم، جمع جاب السمشن بتاعهم وفي الآخر طلع 25. برنامج زي ده تعمل ازاي؟ نفس الكلام اهو، سي أوت انتر ذا نمبر أوف تيرمز، قول لي عدد الترمات اللي عاوز تجمعها، أول كام ان نمبرز، فأرى الفاليو في ان، ثم ب
بعد كده عمل ايه؟ عمل فور لوب. اللوب دي بتبتدي من واحد مش من زيرو، لان زيرو ده ايفن نمبر، الواحد ده ايه اود نمبر. طيب اي اقل من كام؟ من ان اللي اليوزر دخلهم 5 10 زي ما هو عايز، واي بلس ايه؟ بلس. حلو كده الكلام؟ ماشي. بعد كده بيعمل ايه؟ يقول سي اوت 2 ستار اي ماينس 1 وبعدين ايه؟ سبيس سم بلس ايكوال 2 ستار اي ماينس 1. طيب ايه ده؟ ده طبعا مش حلو، يعني الكود ده مش عاجبني. امال انت هتعمل ايه يا دكتور؟ هقول لك حاجه ظريفه قوي. بص كده، الاول عدد في الاود نمبر كام؟ واحد. تاني واحد كام؟ تلات. تالت واحد كام؟ خمسة سبعة. مش هما دول انت عايز تطبعهم؟ اي نعم. طيب واحد تلاتة الديفرنس كام؟ يعني من واحد عشان اروح لتلاتة جمعت عليها اتنين. طيب من تلاتة لخمسة الديفرنس بتاعها كام؟ الله الله اتنين. من خمسة لسبعة الديفرنس كام؟ اتنين. طب ما هو ده وقته، وقته ايه؟ ان انا العب في الستيب بتاع اللوب، بدل ما اي بلس بلس خليها اي بلس ايكوال تو. حلو كده، بس شكرا. وهبتدي من كام؟ من واحد. فاول مره كل ده بقى مش عايزه، كل ده مش عايزه. يا نهار ابيض، هتغبس الكود ده. ايوه هقول له سي اوت، ايوه اي. فاول مره هيطبع لي اي في واحد بواحد، او ما اول مره انيشال. في اللفه اللي بعد كده الاي بكام؟ ما انا بزود باتنين، اتنين على الواحد هتبقى بتلاته. في اللفه اللي بعد كده بزود باتنين هتبقى كام؟ اتنين على الاتنين سوري التلاتة على الاتنين خمسة سبعة. الله، ده انا كده مش محتاج العب حاجة، يعني انا غيرت بس فين؟ في الستيب. طب والصم يا دكتور؟ اوي اوي، هتقول صم بلس ايكوال اي. يبقى كده اول مرة هيجمع الاي اللي هي بواحد على الصم اللي هو انيشال بكام؟ بزيرو. ماشي. تاني مرة الاي هتبقى بكام؟ باتنين؟ لا بتلاتة. تلاتة هيجمعها على الواحد، تلاتة واحد كام؟ خمسة. بعد كده في المرة اللي بعد كده هتبقى الاي بسبعة، يجمعها عليهم وهكذا. هخرج من اللوب اطبع الصم في منتهى البساطة وخد يا الامر. خلصت؟ اظن الكود اللي انا كتبته ده ازرق واحسن من اللي مكتوب هنا، اللي لخبط اتنين ستار اي ماينس واحد والهبل ده، عشان اجبر بدل اي بلس بلس اخليه اي بلس ايكوال تو. تقدروا تجربوه على الكومبايلر. طيب اخر حاجة بقى، طب لو ايفن نمبر يا دكتور، يعني عايز اطبع الارقام الزوجيه، ايه هي الارقام الزوجيه؟ اكتبها كده بعد اذنك. حاضر. 0 2 4 6 8. نفس السيناريو، اسال نفسك ايه الفرق ما بين الرقم ده وده؟ ان انا زدت بلس 2، وده ان انا زودت 2، وده عشان يروح لده زودت 2. ده نفس الفرق، يعني لازم هنا هيبقى برضه اي بلس ايكوال 2. طب وايه الفرق؟ الستارتنج بوينت، بدل ما ابتدي بواحد ابتدي بزيرو. ابتدي بايه؟ بزيرو. ساعتها هيطبع لي ايه؟ ايفن نمبر. يا نهار ابيض، يعني فرق الاوضه عن الايفن نمبر الانيشال فاليو بس، لكن كده كده بزود باتنين. اي نعم، بس كده. برضه تقدروا تجربوه وتشوفوا الكلام ده على الكومبايل. شكرا لحضراتكم.